feeling positive par rapport au Maroc. إضافة لهذه الأسباب، جاء المغرب وصانعين طلب من شركة رونو اللي تعات في إطار تقليص مصاريفها على تقريب كل مزودي أجزاء السيارات. بعد هذه الشركة تجاوزت هذه المرحلة وانتقلت للتصدير. Ces équipementiers qui sont venus pour satisfaire la demande de Renault Tanger, une fois démarré leur activité, ils ont commencé à prospecter pour de nouveaux marchés à l'international. Ceci a été de nature à pousser vers la profondeur d'intégration. Dans le cas par exemple de notre société, une fois qu'on a démarré Renault en 2012, nous avons réussi à avoir un marché en Espagne pour le véhicule capture à Valladolid, mais nous avons aussi démarré depuis le début de cette année à livrer le Brésil, l'Inde et la Russie. استقطاب المستثمرين كيتطلب شروط خاصة، لهذا الوزارة الوصية كتعتبر تهيئ القطاع عملية متكاملة كتجمع عناصر عديدة. عندما نتحدث عن الاستثمارات في مجال ديال صناعة السيارات كما في مجال صناعة الطيران، نتكلم على عملية ديال الاستثمارات معقدة جدا، بمعنى أنه لا يمكن أن نتصور أن مستثمر كبير من حجم رونو أو غيره غادي يجي يستثمر في المغرب، لأنه المغرب يمكن يكون بعض الأجور منخفضة. العملية أعقد من ذلك، لأنها تستلزم أن يكون عندك بنيات تحتية على مستوى التواصل، طرق سيارة، سكك حديدية، موانئ، مطارات إلى غير ذلك. هذا المستوى الأول. خاص تكون عندك في المستوى الثاني مناطق صناعية مجهزة، مواصفات دولية تبعت الحال، فيها الشباك الواحد، فيها جميع الإجراءات الإدارية إلى غير ذلك، ومرتبطة يعني متواصلة بمختلف البنى التحتية. المستوى الثالث، خاص تكون عندك موارد بشرية مؤهلة أنها تعطي نفس الخدمة أو نفس المنتوج بالمواصفات الدولية اللي يمكن تاخذها في اوروبا او تاخذها في الصين او تاخذها في اليابان. المستوى الرابع هو خص تكون عندك تحفيزات. هذه التحفيزات اللي يمكن تخلي الاستثمارات الاجنبيه تفضل تجي للوجهه المغربيه وما تمشيش لوجهه اخرى، لانه يجب ان يعرف المواطن ان هناك تنافسيه شديده على المستوى الدولي، وان جل الدول تتحاول تقدم، وما تنتكلمش غير على الدول يعني دول الجنوب، وحتى دول الشمال تتحاول انها تستقطب هذه الاستثمارات. المنافسة جعلت الجمعية المغربية لصانعي السيارات كتأكد على أن هذا القطاع رغم الأهمية ديالو مازال كيعيش مرحلة إثبات الذات، وأنه لجلب استثمارات كبرى في مجال تركيب السيارات خاص يكون اهتمام أكبر بصناعة أجزاء السيارات، لأنها الضمانة الوحيدة لخلق أساس متين لهذا القطاع. ابتداء من شهر 5 ديال هذا العام 2012 ماي، القطاع ديال صناعة السيارات ولا أول مصدر في المغرب. اذا هذا كيبين النمو اليوم اللي كاين عندنا ديال القطاع، ولكن رغم ذلك حنا في القطاع ديالنا خصنا نتكلموا على بدايه ديال هذا القطاع. ما نقدروش مازال نتكلموا على القطاع ديال صناعه السيارات والصناعه ديال اجزاء ديال السياره، لانه هذا القطاع فيه عمالقه، الشركات اللي هي عالميه دوليه اللي هما بداو كيستقروا في المغرب، بداو كيديروا التجربه في المغرب. الاغلبيه ديالهم عندهم فرع ولا اثنين ولا ثلاثه حتى اربعه ولا خمسه ديال الفروع في المغرب. باش نفهموا اكثر، سولنا شركه لانتاج اجزاء السيارات عن مراحل التطور اللي عرفتها منذ تواجدها بالمغرب. Au départ, nous avons envisagé le Maroc comme vraiment une petite entité qui n'allait pas faire du design, en fait la conception, et on a vite vu que c'était possible. Donc en fait, à partir du Maroc, maintenant on est en train de conquérir et même exporter en Chine. On est parmi les en fait, un nombre très réduit de sociétés qui est automobile qui exporte en Chine, on exporte en Thaïlande, on exporte maintenant aussi en Amérique du Sud, en Inde, en Russie. Donc en fait, pour nous, le Maroc était une très bonne base.
Bon, la preuve, c'est qu'en 2009, en pleine crise européenne, donc on a doublé l'usine. Donc on a doublé l'usine en fait, pour permettre en fait, une croissance continue. Je ne vous cache pas qu'on avait quelques craintes au niveau de la disponibilité de la main-d'œuvre pendant le démarrage, puisqu'on était dans un contexte de démarrage de Renault. Nous avons procédé à un partenariat avec l'OFPPT ainsi que l'Université Abdelmalek Saadi, qui a mis à notre disposition des jeunes stagiaires en dernière année d'études et nous avons gardé une bonne partie de ces personnes et qui donnent entière satisfaction au niveau de compétences. Voilà. Là, vous êtes des